فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك روحي ودمي يا حبيب الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وجميع المسلمين من شر البدع وأهلها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الوحيين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يتكبراتك تأملات قرآنية يميلون برنامج جنيني يتكتات تلاتو يالاتو كله زارم كسورة البقرة يتوسلوا أن تسوشن النعلة سورة البقرة بألفو من نشاو نايتن هدى للمتقين بلن البريق منهم الله أن يمفروا سوج هلاتهم أن يمفران له أن يمفران له أنيم ما نوصل بيملو كفت بيت مسبات جو ولا جو لأس مزجوا يوكلوا هنا. الله سبحانه وتعالى متقي مالت من اللي هنا بقلث بيفا أو وجهك الطلو الله إن يمفروا مالت إن هناك جو بلو مالت بيت اليوم الله إن يمفروا ما أنهم يوقع جو وهو أعلم بمن اتقى الله راس يمي فروت سوت السبجان يا قوم الله سبحانه وتعالى السكال هنا مستقر ما نمسوني الله نفر الله بلو لكراك لمواقت يمي جليل إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام أنا أتقاكم وأنا أعلمكم إليك أن أنت تشالك الله إليك أن أنت بلتا الله نفر الله هنم عقب الله فتى الله تنيا الله نسى الله نسوم الله عفتر الله فمن رغب عن سنتي فليس مني الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين إنما ناتشو الذين يؤمنون بالغيب الله يمفروا السواج ناتشو بقرآن يمتكمون هدى للمتقين يا لاتشو بهي قرآن يمتكماتشو كأنه من قر لا يوصلوا جنة ياسقباتشو يميتي لاتشو سواج إنما ناتشو الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون يمنوا الذين يصدقون الذين يقبلون آمن بلو يمكبروا بمن بالغيب بكل شيء غاب عنك وأخبر الله عز وجل بأنه حق وصدق كانت كحواس الخمسة الحواس الخمسة أمست حواسات تبلو يمين نقر حاسة السمع حاسة البصر حاسة اللمس حاسة الذوق النزيه يمين بالتن بجال تنكا
بعد جالت داسسة بملاس يالتكمسة باين يالتاية بجرو يالتسمان لقر عمين بلو مكمل عمين بلو مكمل لمسالي مثل الله سبحانه وتعالى الله الراس ذاتا وصفات يا الله ذات بون بهارياته غيبنا يؤمنون بالغيب مالك يؤمنون بالله بوجود الله يؤمنون بصفاته سبحانه وتعالى بالله بهاريات امين لو يمكبلوا الله سبحانه وتعالى قديرنا نعم وقدير قدره تليق بجلاله سبحانه وتعالى الله عليم نعم وهو عليم بعلم يليق به سبحانه وتعالى ليس علمه كعلمنا ولا حلمه كحلمنا ولا صبره كصبرنا ولا رؤيته كرؤيتنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عند الله يمثل ما انم يلم الله سميعنا بصيرنا ويايان يسمعنا يؤمنون بالغيب بجنة يميامن أعدت للمتقين سن جنة لك اندالن دايه وارقمامن ساتن أعدت للكافرين سن اسات ستند ستا قتل اندايه هنا مامن الذين يؤمنون بالغيب يقول الحافظ العالم المفسر ابن جرير الأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا وعملا واعتقادا بك على التوم من الألوان من نقروا وسط التوم يأمنوا بتكبارا يأمن سواينة سرا يمسروا يأمن سونا يأمن سو تكبارو إلا يلد استماع أنه عند من اللي يأمن غير يأمن بك ألو ينقر على السماوات لن باوستو عناوك مان بمان جلم امان يهون كهاليهون بتكبارو قل مامن على مامنون بمن اللي ديوه اللين ايوه ها هنا واذا قاموا الى الصلاة قاموا الله اكبر اثقل الصلاة على المنافقين سو مبرات من اللبسات مان اللي ينهج سجدان له لأس مزقونهم يمتعون لم النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد بالإيمان سبي تنستو ببرد جنابات هاتمو سيسرد كايهو على من المزوية أمي ودهم قنزبون يكرب بيبولو لله سيسد على من حرام يهون النقر مسرات فلقو قن بلو جزء سبسب بس يارك كاي على من إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان يؤمنون بالغيب الله سبحانه وتعالى مفرات إيمان بالغيب إن لله وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل حسن البصري كان يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي إيمان مالك بمن متى يقنن ولا بالتحلي بجيت ما يقنن تمتعم بمتمتم كفيا بمادرك اندزي بمادرك لا إنما إيش ما وقر في القلب وصدقته الأعمال إيمان مالك كلب سرسو الجهنم اقرهنم عينهنم جروهنم لذيه لعمن البت يمي السر راسي هنو يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة أجنبي النزي هي في اللي في تسيتالك كزوالك من نسو لأن الإيمان وقر في القلب وصدقته الأعمال الذين يؤمنون بالغيب إيمان يمي لو قال إيمان سلم الدقاقم زلاي بسفي وعيتن مهدي اسفلغا ايمان معناته معناته امنكن سنن من معناته اجنن امارن يوم كذا غير كنت يا زلم
አላመነም አምኗል ስንል አልተቀበለም ተቀበሏል ማለት ነው ማመን ማለት አስሉ መቀበል ማለት ነው እውነት ማለት ማለት ነው በቁርአን ላይ እውነት ለማለትም ቃል ይመጣል በቃ በአላህ ማመን ላል ሆነ ነገር የሆነን ነገር አምነው ለመቀበል ተቀበሏል የሆነ ወሬ ሲነገራቸው አመኑ ለማለትም ይመጣል يؤمنون يؤمن الله سبحانه وتعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين بالله يميامنوا لا مانيوچم يميامنوا لاچو يميلواچون اشي يميلوا لمالك ሁለቱም قال باند لا يمتوان يؤمن مالك يتنغرون امين ولو لمقبل ان لمتكبر الايمان تصديق بالقلب وقول باللسان وتطبيق بالاركان سلازي امنته نو اندبته نو تكبر نو ايمان قالت الاعراب امننا اعرابوج زلانوج متتو مامن مال زنبلو مامن مسلاچو بقال مناجر مسلاچو امننا له ملس من يونال قل لم تؤمنوا علمناچون بلاچو انديت امننا ليانو بقالاچو واو امندنو تاريا ميبالو ينسو ولكن قولوا ايش اسلمنا اما الايمان ولما يدخل الايمان في قلوبكم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الذين قالوا انك لرسول الله ንግግራቸው ከዋቂዑ ጋራም ቢገናኝ ውስጣቸው ካላመኑበት ሸሃዳ አይሆንም እውነት አይሆንም وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين سيلو يوسف ወንድሞች አታምነንም ሲሉ ኢማን ቢላህ ማለት አይደለም ማመን ዝም ብሎ መቀበል ለማለትም ያገለግላል اما اذا استعمل مطلقا ኢማን የሚል ነገር እንደዚህኛው ቦታ ላይ ካገኘ ነው ያለ ገደብ ካገኘ ነው فالايمان الشرعي شرعوي ايمانه شرعوي ايمان مالك باوست عمله باندبت تناغرو بتكبار يمتكبرو لمالك فلا يكون مطلب فلا يكون هذا الا اعتقادا وقولا وعملا هكذا ذهب اليه اكثر الائمه بل قد حكاه الشافعي واحمد بن حنبل وابو عبيده وغير واحد اجماعا ايمان امنتنا ንግግር ነው ተግባር ነው የሚለው ኢማሙ ሻፊዒ አህመድ ኢብኑ ሐንበልም ሌሎችም ተላልቅ ዓሊሞች ሱሐባዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ተሰባስበው ተጅማዕ አድርገውበት አቃለሁኝ ይላል أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقد ورد في آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة ابن كثير كتاب الإيمان بخاري شروان الزيالي بسفي وايتشوال لهن الذي على لتملسوا تجلالاتو هلال الذين يؤمنون بالغيب بل لا بوتا ان الذين يخشون ربهم بالغيب لا الذين يؤمنون له الذين يخشون له من دون ليونته يما يامنوت المرور ويما يامنوت اكال يفروتال يخشون مالتكو كما منم يالفنم الله بلو ما منو جا سايون يفروتال منو ميلو الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده من هم العلماء الله ما تكل يميفروت باغباو مفرات ياللباچون طبقو يميفروت عواقي وچناچونا كاواقي وچونو والخشيه خلاصه الايمان والعلم كما قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهاده مالتنا وليس كما قال تعالى عن المنافقين يؤمنون بالغيب ما لا تدبقهم يميامنوا بمسترم يميامنوا بتاچون كفل زبتهم يميامنوا بجلما بالله يميامنوا دي سوفيت استاليا هاي باسنو لبيتو امان يونه سو سوفيت يكدال تككلنيا امنت منافقوچس منافقوچ من على الله واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا سوفي سيبطوا امننا ليلالو واذا خلو الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. أما الغيب غيب مالت من مالتنا ويميلوا نقر أن الجميع مراد يتنيو أننا يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله، يؤمنون بملائكته، يؤمنون بكتبه، يؤمنون برسله، يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بالقدر. هي غيب نون قدر غيب نون حاضر نون غيب نون. طيب ملائكة ملائكة غيب نون غيب مالذ نون عند أبي كان قايت هو عند صحابه وجل. طيب برسل وجس ميجر مو رسل وجس غيب على رسل وجس غيب بنات شوالة تكبر على ناتشو رسل وجس غيب ناتشو نبيو غيب ناتشو غيب نور ناتشو مكة تولدوا مدينة نوروا موتوا غيب هو موسى غيب عنا أكيد أكيد هو غايب حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤمنون بالغيب مالتكم مثل النجاشي. النجاشي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره آمن بالغيب يجد غيب مالت الكورة تجنته من آمن غيب مالت يمنى قرهم أكاله ساتة سات توقو سات سما يا لو نقر كسما يمن ما هو متكبر آمن. لذين بعض العلماء فسروا الغيب بأركان الإيمان الستة بتشم يوم الآخر غايب عارف يوم الآخر غايب عارف. ثلاثة زي الناس جاوا من دونه رسل يملوا نبر. طيب غيب كتاب غيب نو قرآن غيب كيف يكون الغيب هذا قرآن غيب على المال أرى قرآن كم ورد جمرون عند غيب النتو أورا ردوا راسه أتقبوا لنبروا صحابات يرعق أتشو أتقبوا أتشو كنت لو نبي صلى الله عليه وسلم وحي سيور كان يا أخي كان غيبا. لذين أبو بكر الصديق بيت المقدس دير الشمطة وسماي دير الشمطة وسيلة تامنا الله يسمى لا أرى كذي يبال لدار لما من أتشو بمن أمن تاك ألا أتقبي كوش بلو كسماي ملك تمتولي تقبي يا الله سيلوني آمين بي يتقبل كسو بل الله بالهج جمطه بلي من تقرى له غيبنا المقرب كسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله غيبنا. إن أنت كتنا من النارون رب العرش من فوق سبع سماوات سمت لا أنت لا غيب مالك زرزر ملو بملو يما الناك أولا غير مالك نوم. عبد الله بن مسعود إن ليل وتم صحابوت أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن إلى ابن المسعود غيب يمي بالو يسول جوج يما يدرسوا بل بقرآن وست يتتكس جنة الناسات ليل وتم يمسلون در وتم جن يمسل ملائكة يمسل أبواب الجنة درجات الجنة دركات النار وأهلها وما فيها من نعيم أو عقاب يهلو أمر الخبر الكبر استعلا أمر الملائكة ييان دان رهيب القرآن استيتنقر هلو بهلو غيبنا يلونا الغيب القرآن بلو فسروا العاصم زر بن حبيش وابي أرقب الغيب القرآن إلى عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب. عطاء بن أبي رباح من لنا بأ الله أمن مالك بغيب أمن من لو السنة لنا. إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام. من زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر قدر يتقبل يا الله الثاني مولو بمولو الرقاق يتقبل سو قدر يتقبل. فكل هذه الأقوال متقاربة في معنى واحد لأن جميع المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. النجي كل على السنه تشو ياندو عندو كرتا متناغرنجي سبسب بارجن سنيو بغيب وسط يمتقللو ناتشو. تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلنا ابن مجيم محيرث مبار سوي ومعنا أبو عبيدة بن الجراح قال يا رسول الله هل أحد خير منا نبي يارا أورن مسابلتن. أبو عبيدة نبي عليه الصلاة والسلام طيب أمين هذه الأمة يسأل
سيد البشر. سؤال من عظيم إلى ما هو أعظم منه. أسلمنا معك وجاهدنا معك إن يكور سواء وده إسلام ترشادر قو أمين لن يتقبلنا جهاد سترون أم أعلن بلن يوطعنا كن يتشال أعلن لمهن قالوا لنا طيقات قال نعم قالوا ما شيء إنما قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني كان يبوها كان انتوالا يمي ما تقالوا إن يساي محمد سبالو صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام في راسي النقراتش يمي ألقسو يبكون يا يما نبي يأيي أتجب بحريات شون منا من يأييسو بيألقس بيأمن من وليس من مستغرب يني أنا ونجي بتلي حبشا مسلم عندم زمتها سايبة أبن طور سايتها سايت زمت البن سلامات تسلم طور النسايبة نقالي منتو سيستمروا عميلون بيكبر كان أنت يمي بلتو سوى تعلو إنجيل إرسوا قار يالو من تقبلنا أنت عليه للدرسو كان يوتاكو يثلتلو إني أنا أتشو نجي إني سايون سلني سنقر أتشو قمو يميادرو عليه الصلاة والسلام بزو سوچ ناتشو بزو اندهالو سوچ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منكم أجرا كن يانا هنكر سوغار كالن ومابرس يتشال سوال لبلا تيقنا تشو آمنا بالله واتبعناك ارسونك وتقبلا آمنا بالله آمنا ارسوغار يهرنا يهلنو قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء دي لما من مكلك لا تشونا قرالنا مكلا يتوش بمولو ان انت قرت ترقان التوال عطقبات شو نبي يالو عليه الصلاة والسلام وحي كسماء يمتا مشترات شو يتتلتنا وجو غيبون اياياتو لم دنهم ما التاملوت يمي والتو تما الناس وجناتو بل قوم بعدكم كان انت بوالا يمي ماتو سوجناتو يأتيهم كتاب من بين لوحين بولت من دونه يبانوه محفظ أبلوا وانقدي عربي يان هو يقول له أمارين يه وادن أمارين يس يكتب وده عربي يانو مهنو ويقول له أرمني أدادي من أمن محفظ من دونه يبانوه كارتون بولت ما كف يا مكاكن قرآن درسات شونا قالوا نبي عليه الصلاة والسلام يقرآن لكم أستشاشبون ينقرونه يملك أنت الملك فهد انتبعك وينقرونه بطروا الشيكت هالشيك ويدرس الله شون كذي أمن إلى اللو يؤمنون به ويعملون بما فيه يأمنوا ببتال ما من تشارن إجاك شو قرط على بدلا إجاك شو ستا يسقرط على موتوا يتبال ببتوتا يموت على اللو سقلوا على ببتوتا يسقد على اللو سموا على ببتكن يسوم على اللو نزينات شون أولئك أعظم منكم أجرا نينا تشوج هذا يعني يتقبلون تشوج وحي يورد يستمر قاتشو ما تمبت من ميقداتشو من ميسكراتشو أولئك منكم يعد أعظم منكم أجرا مرتين كنا أنت يبلت اتفيا متكفلاتشو نينا تشوج بتلي باهون زمن بتلي باهون ساعات قرآن يزو قرآن تقبرو قرآن انقرتو قرآن نودو نينا تشوج أولئك زين متكفلاتشو نعم بعض الناس دي يدرون نزي سوتشي نبي صلى الله عليه وسلم بل إلى حديثات جو تناقروا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم كنتم خير أمة أخرجت للناس بلو صحابة وتشين أمك قصوات جو كنيا يبلت كنا أنت يبلت إلا بلو نبي صلى الله عليه وسلم تناقروا على نبرا موي بتلي كهزبه هلو يمي بلتو وليه بليز كفل زمن يعلنو الكرم الأول يا صحابة وجنة يا كبار التابعين زمن كذا قتلوا دمه يا صغار التابعين زمن ولتني وما تعمل كذا صوتني على نبر موي بإذن الله ما جرى شيء ما تصور تني هون وتزال من الناس ما هو بس ما يطلع
የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮት አንዱን አንዱ በጥፍ ብሎታ ይሄ ይሄማ ከሆነ የሰው ሰራሽ ህግ ነው የሚሆነው አይወን ሁለቱም ወሒ ነው ማንጥቁ አን الهዋ ان هو الا وحي يوحى علماءዎች ታዲያ ይሄንን ሐዲስ እኮ ሁለቱም ሰበሰቡ ምን አሉ خير القرون قرني ማለት እንደ ዘመን ማለት ነው ግን በአጅር በማግኘት ታግለው የመጡ بغيب ما نما تقباتشو يهن اللي أسامناتشو يهن ما يجل ان تقبلو كمامنا قوية النزيناتشو يبنطوط اوه تناقروكو ليلة حديث القرن انيه لو انفق أحدكم مثل جبلي ما بلغ مثل مدى أحدهم ولا نصيفة انيه صحابه وانشي يوحود قاراني هال بيكفل القرن يما ينسوني عند فن يقماشون القرن يما ياهلوا سوتش قالوا تبروا قدروا الله تعالى يغبطهم الاولون والاخرون تبروا كلا يسكت اي سو كله ميقناباتو سو يمطالو تبروا بايون فتناچو كبد يا له نوج صفا يا له نوج لذي لو كميلن عند كان النبي عليه الصلاه والسلام اني قالوا اي الخلق عجب اليكم ايمانا كهزبه كله كفطره كله امنته تنكر ان انت زند ميغرمو ميدنقاچو مندنو بلاو طيقو قالوا الملائكه ملائكه نوا قالوا صحابوچ نبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ملائكه تجي جيتاچو تامر بيقنوا يايو سو غار هو لمندنو ما يامنوت ينس ما من من منو مياسمسغنو قالوا فالنبيون ان انت ناچو هانغدي ارسلوا ان موسى ان عيسى ناتوا حالواچو قالوا ما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم وحي يمتعلناچو ناي جبريل متو ياچاوتاچو يانتا امر يايو بيامنو من يگ من يگرمالالو هوندي قالوا فنحن اذا ما قتلنا نيانن انغدي لما نسدوا لنا الصحابه قال وما لكم لا تؤمنون وانا بين اظهركم اني ابرياچو محلاچو يالو اما تامنوت منون من يدنقال ان انت اسمامن يا سلام قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان اعجب الخلق الي ايمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها اني ميغرمي انكارا مانوت ينسو منت نو ميغرمي የነማ ከናንተ በኋላ የሚመጡና ይሆነች ወረቀት ላይ ይሆኑ ወረቀቶች ላይ ያአላህ ቁርአን ተጽፎ ያገኛሉ እሱን አንብበው በሱ መሰረት ህይወታቸውን የሚመሩ ናቸው እንግዲህ غيب ማለት የሚኖርበት ደግሞ በጣም ከእስላም አካባቢ ርቆ በተገኘ ቁጥር ያን ይሃል ነው ጫካ ላይ ካፊሮች አጠገብ በረሃ ውስጥ ምንም ሸክ ምንልበት ምንም ምልክት ምንልበት ላይ የሚኖሩና مكة يمنور وعباهن الزمن من كل ناجم نزيلوكو تلقو عند يكاما كان متكم باتشو سواتشن نبي عليه الصلاة والسلام سياسة تمرو عند صحابي من هذا سينقرن نبي صلى الله عليه وسلم كاما متكمو بالآم سواتش مرتبط واجبو بواكي وشان تفتو لا إله إلا الله بجاي ملو ناجم لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ديه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة تك ما تشوالك آو لمن دي جنك على السميلات بقى بل اللي بدك زي يالو نوايا الموت لذينو إيمان يمترشو عمن كستن يا الله سبحانه وتعالى منور هلو يمكات درجة يمي درس يمي أقات عميلي ما تأيش لها لذينو مليح علماء وجو غيب يمي لو نقر سفار قولي التايق قبال يميلو ويقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون على الله ويقيم الصلاه ويقيمون الصلاه صلاه قد يمادرغون اقامها مالك بمعنى عدلها ما استكاكل مالك اقمت العوده كم يبالوا وانقال يتوسدوا يهن انچتو والجد بينبروا اقناهوت لمالك انجي اقام صلاه ما قوم صلاه ما قوم تقول يفسر صلاه يمياقوم የሚያቆሙ ማለት ማለት ሶላት ያቆሙ ያቆሙ ማለት እኮ የተው ነው የሚሆነው አማርኛው يقيمون الصلاه صلاهን በትክክል ደንቡንና ስርዓቱን ተጠብቀው የሚሰግዱ በሉ
ደንቡ የሚላል አዎ ቃሉ ይሄ ይقيمون اي يؤدونها كامله الا لكم فسروجو صلاه اللي بيسجدوا يتنياو صلاه يتنياو صلاه اللي هو التنكرم دي صلوات الخمس لو على النبي عليه الصلاه والسلام تنكرم لذي لو القران يا له حديث ابرارام منه صلاه من دنو النبي عليه الصلاه والسلام خمس صلوات ام استوقع الصلاه الله سبحانه وتعالى قد يتارقوال يقيمون الصلاة وقتها تشون تبقوا مالتين يا سيزا سلذي صلاة يما يسلو سواتشي قرآن يتاقمع تشوي هون متقين الملووست يقوي هون هاي قوي شرطكو اندي اندي عرق اندي عرق اندي عرق خالة ياسي قوادن كويكو مالا دلني ازي سراي ميكتارو بسايس ايه بمنامن بي بمنامن دينو يا متال كلهم دي هنا يا جماعه عند لا ايه بي تطيقوا سنه نبره فورمولا لمالنا هذه الله من قال متقي وستفلت هون وتقبل دقالاتكم اهو ايمان بالغيب عند شرط له اقام الصلاه له ايتاء الزكاه ويؤتون ومما رزقناهم ينفقون كسطناچو تنش يمسطوا على تنش يميلوا كيتاجوا دالاتكم مما لا من كسو عليكم يسطناچو يمسطوا قال عليكم من نعم الله عز وجل يسطوها تشون يمسطوا بلا نورون كبادا النبر تسطها اللي بتسطو عدرس يتبالكون لمن اي ساعات ما استطعتني قلنا الله من قاله ومما رزقناه كسطنا تشون للناس يهون كان تنش يمسطوا لم يسطوها كان من يهون يسألونك ماذا ينفقون انا ليلا وتالي من اندم يسطنا قرن الله من النستل وهل من هل قتلوا قولي لعفو عفو نوع عفو مالك الزائد يترفو النوع يترف النقر مستت نوع الله مفلقه كال ترفه كراسس هيترفه ستعال تبالك ارقد كراسس يترفهم هيترفهم يميسات سون الله مقصوان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يؤثرون تادي يتنقون ببلتهم እንደውን የታው ነው የራሱንም ሰጥቶ ታግሶ መቋቋም የሚችል ከሆነ ያ ነው የሚበልጠው አለበለዚያ ከሰጠ በኋላ ይበቃኛል እንዴት ነው ያዋጣል ይያለ እንዴ የሚፈትሽ ከሆነ ወይ ተሳሳትኩ ይመስለኝ የሚል ከሆነ ይቅርበል የተረፈው ነው ወሊ ለዓፉ ዓፉ ሰጡ አለላህ مما رزقناهم ينفقون زكاة ማለት ነው ወይስ ሌላ ማለት ነው ተብሎ የዑለማዎች ልዩነት አለ ዘካ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ መደኒ ሱራ ላይ ዘካ ነው የተደነገገው ብሎ ቢነገር ምንም ችግር የለውም መክኪ ሱራ ላይ ከሆነ ብዙ ጊዜ ሌላው ነፈቃት ሊሆን ይችላል አልተደነገገም ተብሎ ማለት ነው አላኩል ዘካ የሚሆን ሌላም ስጦታ የሚሆን ሶላት መስገድ هذه የኢስላም የአካላዊ መመዘኛ ነው አንድ ሰው ኢማን አለው ለማለት ስለላም ተቀበሏል ለማለት በሶላት ነው የምፈተነው አቃሉ ለአላህ ለማሳዘዙ ማለት ውስጡ አምሮበት ገንዘቡን ቆርጧል ለማለት ደግሞ ዘካ ነው እንደዚህ وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم انفاق في سبيل الله يا الله باروش تكبار እንደሆነ ሁሉ انفاق في الصد عن سبيل الله ደግሞ የካፊሮቹ ተግባር እንደሆነ ቁርአን ይነግራል والذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله سينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون ان ذا كافروت يا الله الدين لما ادناقف يا وطالو يسطالو اهونم مجمراچو አይቀርም يا الله الدين لما ادناقف لما اطفال يا ليلله تريتاچون يا فسالو ሰጠው 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 ግን መጨረሻ የነሱ መጸጸቻ ተሆናለች ወሰይቁለቡ መጨረሻ ደግሞ ድል ይመታሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اسال الله ربي باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه انه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته